أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بالذمة والصدق. عايز كل حاجة تكون مظبوطة. طمن سعادتك ما تقلقش خالص. أنا ما بقلقش. أنا مش عايز مفاجآت. يا فندم مفيش أي مفاجآت زي العملية الأولى بالظبط. وافي. مش عايزه يتعذب. تمام سعادتك. الصوت وركز. أنا مركز. سلاحك على العرض. سلاحك على العرض.
اللي هيتحرك هعمله فن تشكيلي في وشه. ما تسيبهمش. بقول النجم على الصوره السادسه يا باشا. جاني الامر بقتل، بس انا بصراحه من ساعه ما جبتك هنا وانا مستخسرك في الموت، عايزك في مصلحه صغيره. لا ما تتعبنيش. بس يا حيوان ابعد عني يا حيوان. ما تخافيش. ابعد عني. لف ظهرك امشي، مش بالجيم يا رجاله، امشي كده جنبه. عارفين يا رجاله اللي هيعمل لي فيها عتره هعمل له عين سحريه هنا. امين. ليلتكم سعيده يا رجاله. هو انت تفضلي هربانه مني على طول؟ انت لو في بطن امك اجيبك. ازاي قدر يوصل لمكان هنا؟ رفيع تعال ورايا نقفل التربه. طيب ماشي. الو عمر، معتز وصل لهنا. ايه ده وانا هتصرف؟ عايزك تتحرك دلوقتي حالا. ما تقلقش، عايز اخلص منه باي شكل. مش عايز كل اللي بعمله يبوظ بسبب ابن الكلب ده. يلا يا رفيق. جهز الحمله فورا، مش عايز معتز يفلت مننا المره دي. وشوف لي الزفت اللي اسمه كمال ده فين. تمام سعادتك. معالي الوزير، عدنا مكان معتز وانا اتحرك بالحمله فورا على هناك. اللي حصل في برنامج ايمن الصياد ما ينفعش معاليك، واحنا هنرد عليه عملي النهارده، وساتك هتكون معايا خطوه بخطوه. تمام معاليك. مفيش حل غير اننا نعمل كده يا عم عياد. ربنا هينصره ان شاء الله ويوقف له ولاد الحلال. انا هحتاجك تعرف لي فين شيرين عشان انا ما اقدرش اتدخل عشان العين عليا. ما دام عرفنا هي ساكنه فين يبقى هنقدر نحدد الاسم اللي هي تابعه له. اطمن، انا هتطقص من بعيد لبعيد وهعرف وهقول لك. الله ينور عليك، بس خلي بالك. في ايه يا ابني؟ عمر باشا بعت لك رساله على الجهاز وبيقول ان هم حددوا مكان معتز الفرماوي وطالبين حضورك فورا يا فندم. يا باشا اخرسي يا باشا اسمعني. اخرسي وتجاوبيني بالحرف. ازاي التحليل طلع صح؟ ازاي في واحدة شبهت للدرجة دي؟ مش هيفرق بالنسبة لي. انا اللي اقرر ايه اللي يفرق وايه اللي ما يفرقش. ازاي خدعتيني انا وكل الرجالة اللي اشتغلوا في القضية؟ وليه اختفيت المدة دي كلها وظهرت دلوقتي؟ واشمعنى انا بالذات اللي جيتيلي؟ يا باشا
يا باشا خلينا نهرب، عيسى مش هيسيبني ولا هيسيب اخد ياسمين ويهرب يا باشا. اكيد تهرب ياسمين. وانتوا وعيسى هلبسكوا البدله الحمراء بعون الله. ايوه يا عمر. القوه خلاص هتتحرك دلوقتي حالا على هناك. انا في الطريق، خد بالك ممكن ياخدها على اي نقطه او اسم. امن رجالتك كويس، مش عايز اي غلطه تاني يا عمر. ما تقلقش، المطلوب والتعليمات واضحه للقبض عليه، وكمان هي معاها ما يثبت انها روان عثمان، يا ريت يفكر يقرب من اي اسم او نقطه شرطه. طيب مش محتاج اقول لك، قفل المنطقه، مداخل مخارج قفلها كويس، الغلطه بفوره. ما تقلقش. سلام. سلام. تقتله؟ دي عايزه سؤال. ايه؟ هموتها بدل المره 1000. ابوس ايدك افهم، احنا في خطر. عايز اعرف اللي حصل بالظبط من الاول للاخر، وبعد كده هتروحي تعديه عليهم في النيابه. عايز تروح للنيابه ليه؟ ها؟ هتروح للنيابه تقول لهم ان انا هلا طارق؟ طب اثبت بقى ان انا هلا طارق. كل الورق اللي معايا يثبت ان انا روان عثمان سليم، حتى لو عملت تحليل دي ان ايه هطبقه بمين؟ هطبقه بجثه امك. انت ناسي انها اتفحمت؟ خلاص أقارن جثة روان بحد من أهلها؟ روان عثمان دي ملهاش أهل أصلاً، دي واحدة متربية في الأرياف في ملجأ، يعني مش هتعرف توصل لحاجة. افهمني كويس، إحنا لازم نهرب دلوقتي. عيسى قبل ما يفكر يقتلني هيقتلك، على الأقل أنا ماسكة من إيده اللي بتوجعه، إنما أنت خليك هربان لحد دلوقتي، متهم في قضية قتل وكل الإثباتات ضدك، ده غير السيوفي اللي كنت عايز تخرجه براءة بظهوري، مسكوه مقتول في شقتك. وده كان شبيه هو كمان. حبيبي. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ما قلتليش ليه انك جاي. وحشتيني، قلت اجي اشوفك. طيب هو انت مش قلتلي ان انت رايح المؤتمر بتاعك؟ حبيبي ما انا فعلا في المؤتمر. بجد مش بهزر. هو انا يعني لازم كل حاجة اعملها بنفسي؟ اه بتبعت مندوب عنك يعني؟ تقريبا تقدري تقولي مندوب، بس مندوب زيي بالظبط. ايه ده؟ مين ده؟ ليه؟ مخضوضة ليه؟ العالم كله حبيبتي ماشي بالدبل دلوقتي. تعالي افهمك، رجال أعمال كتير قوي في العالم وسياسيين مرموقين، بعض رؤساء الدول بيستخدموا بدل الدبل 10. على فكرة انت كمان محتاجة دبل. انت دلوقتي فنانة مشهورة معروفة، ومسؤوليتك هتزيد وهتبقي نجمة أكتر، مش هتقدر تعملي كل حاجة مرة واحدة، لكن لما يبقى عندك دبل هتقدري تبقي تتصرفي بحرية، تروحي تفتحي مدرسة، تتبرعي الملجأ، تعملي مناسبات، زيارات، الناس تحبك، نجوميتك تكبر. بتوصله ازاي ده؟ أنا ما بلاقيهوش، هو اللي بيوصل لي. صحيح يخلق من الشبه 40. يعني اللي اتقتل في بيتي مش محمد؟ محتاج تسأل وأنا قدامك دلوقتي؟ لما أسألك تردي. أيوه. أنت دلوقتي فنانة مشهورة معروفة، ومسؤوليتك هتزيد وهتبقي نجمة أكتر، مش هتقدر تعملي كل حاجة مرة واحدة، لكن لما يبقى عندك دبل هتقدري تبقي تتصرفي بحرية، الناس تحبك، نجوميتك تكبر. وعلى فكرة لو محتاجة دبل أنا ممكن أجيب لك. بتوصله إزاي ده؟ أنا ما بلاقيهوش، هو اللي بيوصل لي. وانتي قلتلي بقى اسمك ايه؟ اسمي روان. روان؟ اه يا استاذة روان. وانتي بقى شايفة نفسك انك شبهي؟ والنعمة استاذة، الحتة عندنا كلها بتقولي ان انا شبهك، فولة كده واتقسمت نصين، قلت بقى اعمل لك طلب صداقة على الفيس، يمكن تشغليني كده معاكي ولا حاجة. وانتي اصلا بتشتغلي ايه؟ والله استاذة على حسب، يعني مرة اشتغلت في سنترول، مرة بردك في سايبر، مرة اشتغلت في محل ملابس، او على حسب ما بترزق يعني. استاذة هتشغلني معاكي بقى والنبي؟ ها ها استاذة، استاذة هتشغلني معاكي والنبي يا استاذ؟ خلاص يا بت هشغلك.
النهارده تنسي حياتك اللي فاتت خالص. انا صرفت عليكي كتير. والنعمة ما تقلقي خالص يا استاذة، انا اساسا مش عايزة افتكر امها اصلا. طب قولي لي بقى كده يا روان، هو انت ليه ما فيش حد بيسال عليكي؟ ولا انت مالكيش اهل؟ لا اكيد يا استاذة، يعني ليا اهل، امال ايه؟ بس الصراحة يعني انا ما وقعش عليهم. انا اساسا تربية ملاج. بصي، في ناس بتقول ان ابويا وامي ماتوا، والصراحة يعني هم شكلهم كانوا بيحبوا بعض بس مالهمش في الرسميات. ماشي. طيب في حاجة عايزاكي تبقي فاهماها كويس قوي، ايصال الامانة اللي انا مضياكي عليه. لو عملتي اي حاجة غير اللي انا هقولك عليها هحبسك. وليكي قرشين حلوين كل شهر، ده غير طبعا اكلك ولبسك والشقة اللي جبتها لك. والنعمة يا استاذة ولا تقلقي خالص، انا هشرفك والله العظيم، ده انا طاقة القدر اتفتحت لي اصلا. ماشي. طب انا هقوم اخد شاور وانتي حضري لنا حاجة عشان ناكلها. هتستحمي يعني صح؟ اه هستحم. هلا. انا ما توقعتش اجي الاقيكي دلوقتي هنا. ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ في ايه يا هلا ملك؟ في حاجه مضايقاكي؟ النهارده زي القمر. في حاجه غريبه، في ايه؟ برد. طيب انا نسيت حاجه جايه اجيبها ونازل على طول، وانت استريحي ونامي وانا هبقى اطمن عليكي. ها أكيد مفيش حاجة. يا نهار اسود يا نهار اسود، شفتي يا أستاذة؟ كنا هنتكشف. لا هنتكشف ولا حاجة، ده اختبار في وقته. ماشي. طب الحمد لله إن ربنا ستر. إيه ده؟ انت جبتي دي منين؟ اخر مره تمدي ايدك على حاجتي، ومن النهارده كل حاجه بحساب. ماشي يا استاذه، حاضر اللي تشوفيه. والله انا اسفه. حاضر، اخر مره والله. وبعد كده لازم ناخد بالنا علشان اللي حصل دلوقتي ما يتكررش. ماشي تشوفيه. يبقى دي روان، عشان كده النتيجه طلعت ايجابيه. انت تعب نفسك على الفاضي، ريحني بقى وريح نفسك، انا مش هقدر احميك اكتر من كده. يبقى اللي ماتت روان وانتي هالة. نفسك من الموضوع ده عشان ترتاح، عشان كل ما هتقرب اكتر كل ما هتلبس نفسك مصايب اكتر، والمره دي بقى فيها موتك. عارف ليه؟ عشان عيسى خد كل اللي كان عاوزه. ايه اللي كان عايزه؟ والله العظيم لو عرفت مش هتعرف تثبت عليه حاجه. ايه اللي كان عايزه؟ الفلوس، عشان يرجع الفلوس اللي خدها منه السيوف. كل ده بيحصل عشان الفلوس؟ ها؟ ما هي لما تبقى مليارات تبقى فلوس. وانا ايه اللي دخلني في الموضوع ده؟ اشمعنى انا؟ انتي! هقولك. تمر بحاجة يا هانم؟ لا شكرا يا رب. في ايه؟ عشان عيسى ما يسمعناش.
طب قول في ايه؟ عيسى هيقتلك. ايه؟ وانت عرفت ازاي؟ سمعته بيكلم عمر بيقول انه يخلص منك قبل هروب محمد، وانه هيظبط حادثه موته عشان يضمن انه ينفذ اللي اتفقوا عليه. يا ابني هو اتجنن ولا ايه؟ هو مش عارف انا ماسكه عليه ايه؟ بعد موت محمد عيسى هياخد كل حاجه، وجودك مش هيبقى ليه اي لازمه. هو فاكر انه هيعرف يضحك على محمد؟ ماشي، يخرج بس محمد وانا ليا صرفه معايا. فكري في ايه؟ روح انت يا رفيق. رفيق لما تزور محمد قول له. ظهورك دلوقتي هيسبب لنا مشكله كبيره جدا، وهيفتح علينا ابواب ما كانش المفروض انها تتفتح. لا مشكله ولا حاجه، كلهم دلوقتي مقتنعين ان انا بديله لهالة طارق، اسمها روان عثمان، وبورق رسمي. ما تخافش. ما خافش. والظابط اللي انت رحتي له برجليكي لحد عنده عيسى السبب. كنت عايزني اعمل ايه لما عرفت انه عايز يقتلني؟ عيسى هيعمل ايه يعني؟ بالكتير هيهددك. انت روحتي تحلي غلط بغلط اكبر منه، وانا كنت ممكن احميكي. محمد انا مش هسمح لك لا انت ولا عيسى تاخدوا حياتي مني تاني. مش كفايه اني عايشه باسم غير اسمي؟ انت عارفه كويس قوي ان ده كان غصب عني. مش ذنبي، مش ذنبي اني حبيتك ووافقت اتجوزك. وانت اخدتي تمن الحب ده تل فلوس. وكانت ايه النتيجه؟ اني عايشه باسم غير اسمي. انت ازاي وافقت تقتلني؟ انا بالنسبه لي الاختيار كان صعب جدا، بس ما كانش عندي حل تاني. ولولا ان انا عملت حسابي كان زماني دلوقتي تحت التراب. هلا، انا مش عايز نتكلم في اللي فات، خلينا في دلوقتي. دلوقتي انا هرجع وانت هتأمر عيسى ملوش دعوه بيا خالص، ويبعد عن بخيت، علشان ده املي الوحيد ان انا ارجع لحياتي تاني وشغلي. طيب حاضر حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، مع ان اللي انت بتعمليه ده ممكن يبوظ لنا كل اللي احنا عملناه قبل كده، بس انا هسيبك ترجعي عشان تسامحيني. انا ممكن اسامحك على اللي انت عملته فيا، بس مش ممكن اسامحك ابدا على قتل امي. ما كانش قدامي غير ان انا احط قدام الامر الواقع واظهر بشخصيه تانيه علشان ما يعرفش يخلص مني بسهوله. برضه ما جاوبتنيش ليه؟ انا خطه عيسى ان محمد يبقى ميت قدام الناس. ظهوري ليك هيخليه يطلع براءة ويرجع هو ملك لكل حاجة، وبوظ لعيسى خطته. يعني بتهددي عيسى بيا؟ كنت مضطرة بعد ما عرفت انه هيموتني. انت الضابط اللي كنت ماسك القضية، وانت اللي كنت عارف عنها كل حاجة، وظهورك هيبوظ خطة عيسى. لما كنا في نيابة رحت فين؟ وفي حادثة العربية خرجت ازاي؟ لما ندخل تحكي كل التفاصيل، كل حاجة حصلت بالحرف عشان يعرفوا يتحركوا بسرعة. تتحركيش من مكانك. البت دي محدش يعرف انك شفتها، دي قضية أمن قومي. تمام؟ تمام يا فندم. فين يا ابني هاله اللي كانت معايا هنا؟ هاله مين يا باشا؟ البنت الممثله اللي كانت معايا وانا داخل محمد بيه. يا باشا انت كنت لوحدك ومفيش حد معاك. لا والنبي انت هتستعبط؟ انتوا عاملين حسابكم على كل كبيره وصغيره. فهمت بقى انا ليه جيت لك وقلت لك اني عايشه؟ كان لازم احمي نفسي منهم. في حاجه مش مفهومه، محمد لو كانت عدم برضه عيسى كان خد كل الثروه. لا، عشان كريمان ليها قد عيسى مرتين،
ده غير ان محمد لو اتحكم عليه الحاجة اللي هتبقى بجنيه بكرة هتبقى ببلاش. ده احنا كده بنتكلم عن الفلوس اللي جوه مصر، انما بقى الحساب اللي بره مصر عيسى ما يعرفش عنه حاجة، عشان كده كان لازم يدخل السجن ويقابل داود الطهاوي عشان يعرف منه رقم الحساب. وازاي محمد عايش اللحظة دي؟ عشان سبب خروج عيسى من السجن هو محمد نفسه. ازاي؟ بالمصايب اللي ماسكها على الكبار اللي بيحكموني ويحكموك. بس محمد بالنسبة لهم ميت، وصلهم ازاي؟ انا وانت عارفين انه ميت، انما هم عارفين انه عايش وتصالدوا معاه كمان. هم يخرجوا عيسى من السجن مقابل انه يخرج برا البلد. كل ده يحصل؟ ده مستحيل. هي دي الحقيقة. يفضل سؤال. افتكر كده انا جاوبتك على كل الاسئلة. احنا لازم نهرب دلوقتي حالا. بقولك لازم نهرب، لازم. انت مستفيدة ايه من ده كله؟ اتفقت مع عيسى اني هاخد منه 30% بعد ما عرف اني لسه عايشة واني ماسكة عليه دليل قتلي. بس لما عرفت انه عايز يموتني كنت هقلب عليه الترابيزة، وده كان رعبه. علشان كده اتفقت مع انه يسيبك عايش الا لما تاخدي الفلوس. والله العظيم كنت هعوضك. تعوضيني؟ تعوضيني على ايه ولا ايه؟ انت حتى الاعدام حرام فيكي، اللي زيك لازم تموت 1000 مره. قلت لها بس ما صدقتنيش.